حقول لا يمكن أن تزهر فيها نبتة، وأطفال جياع قاربت جلودهم على ملامسة عظامهم. مشاهد مؤلمة قد تتسيد المشهد في دول جنوب أفريقيا إذا ما استمرت فترة الجفاف التي وصفتها القائمة بأعمال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالأطول منذ قرن. الوضع معقد للغاية، لأننا شهدنا فترة جفاف طويلة جداً. بعض المصادر تقول إن هذا هو أكبر جفاف منذ 100 عام. الجفاف أتى على نسب كبيرة من المحاصيل في عدة دول، وبعد ملاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي أصبحت ليسوتو آخر دولة تعلن حال الكارثة الوطنية بسبب الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو. لدينا دول مثل زامبيا حيث خسرت 70% من المحصول، وزيمبابوي حيث تم فقدان 80%. في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، طلب برنامج الأغذية العالمي مساعدة عاجلة ب$409 مليون لتوفير الغذاء والأموال وغيرها من المساعدات لنحو 6 ملايين شخص، ولكنه لم يتلقى حتى الآن سوى $200 مليون.